أصدقائي الطلبة والطالبات، أصدقاء عالم MF3، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة العلوم. النهاردة أصدقائي درسنا درس جميل جدا وبيتكلم عن الصخور والمعادن، وهو آخر درس مقرر علينا في منهج الترم الثاني لمادة العلوم. درس الصخور والمعادن بيكمل الدرس اللي احنا درسناه قبل كده، اللي هو درس كوكب الارض، وعرفنا فيه ان طبق الارض بتتكون من طبقات ثلاثة، اللي هما الطبقة الاولى اللي احنا عايشين عليها القشرة الارضية، والطبقة الثانية اللي هي اللي اسمها الوشاح، والطبقة الثالثة اللي لها اسمها لب الارض. وعرفنا ان طبقة لب الارض دي بتتكون من جزئين، الجزء العلوي منها بنسميه اللب الخارجي، والجزء التاني منها او السفلي بنسميه اللب الداخلي، وده اللي موجود في مركز الارض تحديدا. طب يا ترى القشرة الارضية او الطبقة الاولى اللي احنا عايشين عليها اتكونت ازاي؟ العلماء من خلال علم دراستهم لعلم هتاخدوه انتوا بالتفصيل مستقبلا باذن الله اسمه علم الجيولوجيا، توصلوا لان القشرة الارضية دي اتكونت من ملايين السنين، وان القشرة الارضية دي بتتكون من مجموعة من الصخور، والصخور دي بتتكون من معدن واحد او اكتر من معدن مختلف. وقسموا القشرة الارضية دي لجزئين، الطبقة الاولى من طبقات الارض قسموها لجزئين، الجزء العلوي سموه طبقة التربة اللي احنا عايشين عليها، ولذلك تلاقي مناطق ممكن اقدر ازرع فيها ومناطق ما اقدرش ازرع فيها تبعا لنوع الصخر المكون للطبقة دي. فعند الجزء العلوي من الأرض بتلاقي أنت لو جيت تحفر في أي مكان بتلاقي نفسك بتحفر بسهولة في الطبقة الأولى، وبعد كده على عمق معين بتلاقي الأرض بدأت تلاقيها زي صخور صلبة جدا. فالجزء اللي هو سهل إن أنت تحفر فيه ده اسمه الطبقة الأولى اللي هي اللي احنا عايشين عليها، طبقة التربة، ودي صفاتها إنها طبقة رقيقة يعني سمكها صغير وبتكون مفككة، ولذلك الطبقة دي أنا أقدر أزرع فيها بسهولة لأنها بتسمح للنبات إن الجذور بتاعته تمتد داخلها. أما الطبقة التانية اللي هي الصلبة اللي هي بتكون مباشرة أسفل طبقة التربة واسمها طبقة الأساس الصخري، ليه سموها كده؟ لأنها بتتكون من صخور، أو بيسموها الطبقة الصخرية الصلبة. الطبقة الصخرية الصلبة زي ما قلنا إنها عبارة عن صخور، وكل صخر بيتكون من معدن أو عدة معادن مختلفة. طب تعالى نعمل مقارنة بسيطة كده ما بين طبقة التربة وطبقة الأساس الصخري. أول شيء تعريف التربة، طبقة سطحية رقيقة ومفككة من القشرة الأرضية، بتتكون زي ما قلت من مواد عضوية متحللة زي بقايا الكائنات الحية، الكائنات الحية اللي هي ماتت منذ ملايين السنين ودفنت في الأرض وحصل لها تحلل، والمواد المعدنية وجذور النباتات اللي هي موجودة في الأرض والماء والهواء وعوامل تانية، كل دول كونوا للطبقة الرقيقة والمفككة اللي هي موجودة في طبقات الأرض أو في سطح الأرض اللي هي طبقة التربة. ولذلك لو جالي سؤال وقال لي علل تمتد جذور النباتات في طبقة التربة بسهولة، السبب في كده لأن طبقة التربة رقيقة ومفككة. أما النوع التاني أو الطبقة التانية اللي هي أسفل طبقة التربة مباشرة اسمها طبقة زي ما قلت الأساس الصخري، وتعريفها هي مادة صلبة طبيعية توجد في القشرة الأرضية أسفل طبقة التربة، وبتتكون من الصخور بأنواعها المختلفة، وكل صخر زي ما قلنا بيتكون من معدن أو أكثر. وصفات طبقة الأساس الصخري إن أنا مقدرش أزرع فيها نباتات، لو حد قال لي بما تفسر أو علل السبب في كده، لا يسهل امتداد جذور النباتات في طبقة الأساس الصخري الصلب، الإجابة هتكون لأنها طبقة صخرية صلبة. طب يا ترى طبقة الأساس الصخري دي زي ما قلنا إن احنا إنها بتتكون من صخر، طب يا ترى من صخر واحد ولا فيه أكتر من نوع من الصخور؟ بناء على تركيب الصخور من معادن، من معدن واحد أو عدة معادن مرتبطة مع بعضيها، فبالتالي عندي أكتر من نوع من الصخور. العلماء قسموا الصخور الموجودة في الطبيعة لثلاث أنواع رئيسية، النوع الأول اسمه الصخور النارية، كلمة نارية معناها الأساس بتاعها نار، وده اللي هنعرفه دلوقتي،
والنوع التاني طبقة الصخور الرسوبية، معناها شيء حصل له ترسيب وكوال صخر، ودي برضه هنتعرف عليها في درسنا النهاردة بالتفصيل. والنوع التالت اللي هو الصخر المتحول، يعني صخر معين حصل له عملية تحويل وكوال صخر جديد. تعالى نتكلم عن أول نوع من أنواع الصخور اللي هو الصخور النارية. الصخور النارية دي اتكونت ازاي؟ زي ما ذكرنا ان طبقات الأرض ثلاثة، الأولى القشرة واللي بعديها الوشيح والطبقة الثالثة اللي هي لب الأرض. وقلنا إن طبقة لب الأرض دي بتكون من جزئين، الجزء العلوي اللي هو اللب الخارجي، وعرفنا إن طبقة اللب الخارجي دي تحديدا بتتكون من معادن منصهرة، يعني بتكون في صورة منصهرة، يعني لا هي سائل ولا هي صلب، وسط ما بين الاتنين، ويسموها مادة المجمى، المادة اللي هي شديدة الانصهار وبتكون وسط ما بين الحالة السائلة والحالة الصلبة بيسموها مادة المجمى. مادة المجمى دي هي أساس تكوين الصخور النارية. السبب في كده لأن مادة المجمى عن طريق الضغط وعوامل تانية موجودة بتخلي مادة المجمى تندفع في خلال الفتحات الموجودة في بطن الأرض للطبقات الأعلى لغاية ما بتوصل سطح الأرض، وبعد كده بتبرد وبتكون لي صخور نارية. طب يا ترى بعد ما بتطلع لسطح الأرض، العلماء بيطلقوا عليها اسم تاني بيسموها اللافا أو الطفح السطحي. ايه السبب في كده؟ سموها ليه الطفح السطحي؟ لأنها بتكون مصاحبة للبراكين. تعال نتكلم أكتر عن كلمة ماجما، يعني ايه تعريفها وتعريف اللافا. أقدر أعرف في الأول الصخور النارية وأقول عليها صخور متكونة من تجمد المجمى في باطن الأرض، زي ما قلنا ممكن يحصل تبريد للمجمى في باطن الأرض وفي الحالة دي تكون لي صخر ناري، أو بتطلع لسطح الأرض والحالة دي بيسموها اسمها اللافا، وبعدين تبرد وتكون لي صخر ناري على السطح. يبقى الصخور النارية تعريفها مرة تانية صخور متكونة من تجمد المجمى في باطن الأرض أو من تجمد اللافا على سطح الأرض. طيب تعريف كلمة مجمى، مادة شديدة السخونة غليظة القوام توجد في باطن الأرض. أما اللافا هي حمم بركانية تنتشر على جوانب البركان وتكون على سطح الأرض بعد أن تبرد تكون الصخور النارية. خلينا نفهم أكتر معنى كلمة مجمى ومعنى كلمة لافا. كلمة مجمى في الأساس كلمة يونانية معناها في اللغة اليونانية التمازج، أما في اللغة العربية معناها مادة الصخارة أو المهل. يعني إيه المهل أو مادة الصخارة؟ زي ما قلت، لأن أساسها المادة دي بتكون عبارة عن مصهور يعني خليط من معادن مختلفة، بيكون في حالة شبه منصهرة، يعني بيكون وسط، لا هو سائل صرف ولا صلب صرف، يعني بيكون وسط ما بين الاتنين. والمعادن دي بتكون درجة حرارتها شديدة جدا، يعني زي كأنها نار ولكن القوام بتاعها غليظ. يبقى تاني معنى كلمة مجمى التمازج، اليونانيين بيقولوا معناها التمازج لأنها مزيج من صخور منصهرة مع مواد صلبة متطايرة من البراكين. وفي العربي بنقول عليها الصهارة أو المجمى لأنها بتكون في حالة شبه منصهرة، معادن شديدة الحرارة شبه منصهرة. إيه اللي بيحصل لمادة المجمى دي لما بتتكون في باطن الأرض؟ بيحصل إنها بتشوف الفتحات الموجودة في الأرض وبتتحرك بداخلها وتدخل في مناطق بتتجمع في مناطق بتسمى بغرف الصخارة أو غرف المجمى. غرف الصخارة أو غرف المجمى أول ما بتلاقي فتحات موجودة فوق في الطبقات الأعلى منها بتتحرك فيها عشان خاطر تعمل لي بركان على سطح الأرض. أول ما بتوصل لسطح الأرض، قلنا العلماء في الحالة دي بدل ما هي اسمها المجمع سموها اللافا. اللافا دي بعد فترة من الزمن بيحصل ليها عملية تبريد، وبتتحول بدل ما هي مادة شبه منصهرة بتتحول لمادة صلبة ويسموها الصخر الناري. يبقى إذن مادة المجمع لو بردت في بطن الأرض هتكون لي صخر ناري، ولو بردت على سطح الأرض هتكون لي برضه صخر ناري مختلف. وبناء على كده
الصخور النارية ليها أكتر من نوع. فبص على الشكل اللي قدامك كده، هتلاقي زي ما أنا قلت لك بالظبط مادة الماجما دي زي ما أنت شايفها في الصورة عبارة عن مادة غليظة القوام، يعني تخينة القوام بتاعها تخين مشابهة للنار، ولكنها في حالة لا هي سائلة ولا صلبة. ده الشكل ده تحديدا كان عبارة عن حمة بركانية في جزر لاهاي، جزر هاواي عفوا. طب بناء على الكلام اللي احنا ذكرناه، قلنا الماجما ممكن تتبرد في بطن الأرض وتكون لي صخر، أو تتبرد على سطح الأرض وتكون لي صخر ناري. فالعلماء قالوا إن أنواع الصخور النارية دي نوعين، لو حصل تبريد للماجما في بطن الأرض بيتكون لي صخور اسمها الصخور النارية الجوفية، أما لو الماجما طلعت للسطح وأصبحت اسمها اللافا وحصل ليها تبريد وكونت الصخر بيسموا الصخر الناتج عن كده الصخر الناري السطحي أو البركاني، بركاني لأنه نتج عن طريق الحمم البركانية. طب يا ترى إيه صفات كل نوع منهم، أو النوع اللي هو الصخور النارية الجوفية؟ قلنا مكان تكوينها إنها بتكون في باطن الأرض، وبتتكون نتيجة تجمد مادة الماجما في باطن الأرض، وتجمد مادة الماجما ده بيحصل ببطء شديد جدا، وعشان خاطر بيحصل تجميد ببطء فبتلاقي إن البلورات اللي هي المكونة للصخر الناري الجوفي ده بتاخد وقت كبير عشان تتشكل، ولذلك بعد ما بيتكون الصخر بتلاقي البلورات الكبيرة بتاعته أقدر أشوفها بالعين المجردة. السبب في كده زي ما قلت إنها بيحصل ليها تبريد ببطء أو تجمد ببطء. مكانها قلنا إنها بتكون موجودة في أعماق القشرة الأرضية يعني في باطن الأرض، وبيكون ملمسها خشن عشان خاطر المعادن بتاعتها حجمها كبير. عندي على سبيل المثال من الصخور النارية الجوفية اللي هي بتتكون في أعماق معينة في بطن الأرض زي صخر الجرانيت، وده الشكل بتاع صخر الجرانيت. لو بصيت عليها هتلاقي السطح بتاعه واضح من الشكل إن هو خشن، وكمان فيه فتحات صغيرة موجودة في الصخر. الفتحات دي سببها إن أثناء تبريد مادة الماجما اللي هي موجودة في بطن الأرض وتكوين الصخر بيحصل إن بيخرج فقاعات غاز من مادة الماجما، فبعد خروج فقاعات الغاز بتسيب أثر اللي هو الفتحات الموجودة في جسم الصخر. يبقى تاني من أمثلة الصخور النارية الجوفية اللي هي موجودة في الأعماق الأرض اللي هو صخر الجرانيت. دي صورة مجهرية يعني تحت الميكروسكوب لصخر الجرانيت، زي ما انت شايف في الشكل عبارة عنها كذا شيء مختلط مع بعضه. أما النوع التاني اللي هو الصخر الناري السطحي، كلمة سطحي معناها بيتكون على سطح الأرض. بركاني أو اسمها التاني الصخور النارية البركانية لأنها اتكونت بعد خروج أو بعد حدوث بركان على سطح الأرض. تكوينها بتتكون من الصخور المتكونة من تجمد اللافا. مين هي اللافا؟ احنا قلنا الماجما الموجودة في بطن الأرض لو اتحركت لأعلى في طبقات الأرض ووصلت للسطح، أول ما توصل عند السطح اسمها اللافا. اللافا دي بعد كده بيحصل ليها تبريد وبتكون لي صخور نارية سطحية، ولكن عملية تبريد اللافا بتكون أسرع من تبريد الماجما، ولذلك البلورات اللي هي مكونة للصخور بتاعت الصخور النارية بتكون صغيرة الحجم وبتاخد وقت أسرع، بيحصل عملية التبريد بسرعة عن عملية تبريد الماجما. يبقى تبريد اللافا على سطح الأرض بيكون أسرع من تبريد الماجما داخل باطن الأرض، ولذلك المعادن المكونة للصخر البركاني مقدرش يشوفها بالعين المجردة. مكان تجميع الصخور النارية السطحية زي ما قلنا بيكون حوالين البركان، وبيكون السطح بتاعها أملس عشان خاطر المعادن. السبب في كده عشان المعادن المكونة ليها صغيرة الحجم، زي صخر اسمه صخر البازلت. صخر البازلت ادي شكل صخر البازلت، بتشوف من الشكل اللي قدامك ان عبارة فيه فتحات، والسبب في كده زي ما ذكرنا قبل كده انه اثناء تبريد اللافا او الماجما بيحصل خروج بعض الغازات من الحمم البركانية.
طب تعالى نعمل مقارنة بسيطة ما بين صخر الجرانيت اللي هو مثال على الصخور النارية الجوفية وصخر البازلت اللي هو مثال على الصخور النارية السطحية. أول شيء في المقارنة نوع الصخر، زي ما قلت ده صخر ناري جوفي وده صخر ناري بركاني، الجرانيت لونه وردي أو رمادي أما البازلت لونه ديك. التكوين بالنسبة للجرانيت زي ما قلنا بيتكون نتيجة تبريد المجمع في شقوق وفجوات القشرة الأرضية، أما البازلت ده بيتكون من حمم بركانية تكون مصاحبة للبراكين. الجرانيت يا ترى موجود فين في مصر؟ موجود عندي في مناطق زي الصحراء الشرقية وزي شبه جزيرة سيناء، أما البازلت بيكون موجود في مناطق أبو زعبل والفيوم بالقرب من منطقة اسمها منطقة أبو رواش. خصائص الجرانيت زي ما قلنا صخر تقيل خشن الملمس متماسك صعب ان انا اكسره، اما البازلت ده بيكون صخر املس وبرضه بيكون شديد الصلابة وفيه فجوات على هيئة حفر دائرية، قلنا السبب في كده انها بسبب خروج فقاعات الغاز اثناء الحمم البركاني. المعادن المكونة لصخر الجرانيت 3 معادن رئيسية اسمها الميكا والفلزبار والكوارتز. يبقى صخر الجرانيت بيتكون من 3 معادن هي نقط ونقط ونقط، ميكا فلسبار كوارتز. أما البازلت صخر البازلت ده بيتكون من معدنين أساسيين، واحد اسمه معدن الأوليفين والتاني اسمه البيروكسين. يبقى صخر البازلت بيتكون من معادن نقط ونقط أولوفين وبيروكسين بالإضافة للمعدن الثالث اللي هو فلزبار ولكن بتكون نسبته قليلة. دي أشكال المعادن الثلاثة المكونة صخر الجرانيت، اللي هو واحد المعدن الأول اسمه الميكا وده بيكون نوعين منه يا إما فاتح أو غامق، ده الميكا الفاتحة اللي هي موجودة في الصورة الأعلى والصورة اللي بعدها ميكا الغامقة. المعدن التاني المكون لصخر الجرانيت اللي هو الفلسبار وبرضه بيكون عنده درجتين من اللون يا إما غامق أو فاتح، والنوع التالت اللي هو معدن الكورتز. والكورتز لو حد فيكم راح لجبال وشاف الصخور اللي هي النارية المكونة الموجودة في الجبال هي صخور صلبة جدا، بيلاقي عبارة عن خطوط كده موجودة في وسط الصخور لونها أبيض أو زي موجودة في الشكل اللي قدامك دي اللي هي بيسموها عرق كوارتز، لأن العرق ده بيتكون من معدن الكوارتز. أما المعادن المكونة لصخر البازلت زي ما قلنا اللي هم معدنين أساسيين اللي هم الأولوفين وده شكله ومعدن التاني اللي هو البيروكسين. تعالى دلوقتي نتكلم عن النوع التاني من أنواع الصخور اللي هو اسمه الصخور الرسوبية. من كلمة رسوبية معناها شيء اترسب، يبقى أول شيء أحطه في دماغي إن الصخور الرسوبية دي اتكونت نتيجة ترسيب شيء معين. إيه هو اللي اترسب؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل دلوقتي. الصخور الرسوبية تعريفها صخور متكونة من تماسك وتصلب الرواسب، يبقى صخور اتكونت نتيجة تماسك وتصلب رواسب، رواسب معينة حصل ليها تماسك واتحولت مسكت في بعضها وبقت في صورة صلبة فتسمت صخور رسوبية. الصخور الرسوبية قلنا بتمثل حوالي 75% من سطح الكتل الصلبة للأرض، يعني لو بصيت على الصخور الموجودة على سطح الأرض كلها هتلاقي إن الصخور الرسوبية بتمثل حوالي 75% من سطح الكتلة الصلبة للأرض وبتمثل 5% من الحجم الكلي للصخور القشرة الأرضية. يعني تاني، الصخور الموجودة على القشرة الأرضية كلها الصخور الرسوبية منها بتمثل 5% وبتمثل في نفس الوقت 75% من الكتلة الصلبة لسطح الأرض. طب يا ترى الصخور الرسوبية دي اتكونت ازاي؟ بطريقة أكثر تفصيل، الصخور الرسوبية اتكونت من خلال 3 مراحل. أول مرحلة اللي هي تفتت وتحلل، حصل تفتت بفعل عوامل الضغط والرياح ودرجة الحرارة وغيرهم، حصل تفتت للصخور النارية
والصخور الرسوبية أو الصخور المتحول اللي هما التلات أنواع بتوع أنواع الصخور، بيحصل ليهم تفتت وتحلل بفعل عوامل الضغط والحرارة. بعد ما بيحصل تفتت وتحلل بتيجي الرياح أو المية بتنقل الصخر الفوتات ده من مكان لمكان تاني. بعد فترة من الزمن الفوتات اللي هو اتنقل من مكانه الأساسي للمكان التاني بيحصل إن هو يتماسك مع بعضيه كده وبيكون لي صخر رسوبي. يبقى التلات مراحل بتوع تكوين الصخر الرسوبي: تفتت، نقل، ترسيب. طب يا ترى ايه أمثلة الترسيب دي؟ ممكن أعمل تجربة بسيطة أوضح ازاي بيتكون الصخر الرسوبي. لو جبت مثلا صندوق وحطيت فيه كمية رمال، وفيه وسط الرمال فيه معادن زي الزلط كده بنسبة زلط حجم صغير، وابتديت تصب مية على المكونات دي وخليت الصندوق في وضع مايل، هتلاقي أول ما تنزل المية على الرمال بتبتدي تاخدها معاها وتنزلها لأسفل، وبعد فترة أول ما بتخلص الرمال بتلاقي الزلط التاني بيتحرك مع المية. فنفس الطريقة بيحصل في الطبيعة، الصخور النارية أو الرسوبية مع الزمن بيحصل ليها تفتت بفعل أو اسمها عملية التعرية، تدرسوها بعدين بالتفصيل برضو، اسمها عملية التعرية. بيحصل ليها تفتت لأجزاء منها، وبفعل الرياح والمية بتتنقل من مكان لمكان، وبعد كده بتبتدي تتجمع وبتتماسك مع بعضيها وبتكون لي صخور رسوبية. يبقى معنى التصخر، التصخر اللي هو تكوين الصخر، إن الرواسب دي تتعرض للضغط الواقع عليها من الرواسب اللي عليها. يعني حصل عندي ترسيب لأجزاء من صخر معين في مكان ما، فعندي الرواسب اللي هي جت في الأول تيجي رواسب تاني تتحط وتكون فوقيها. الرواسب اللي من فوق دي بتمثل ضغط على الرواسب اللي بعديها، وبالتالي بتخلي الفجوات الهوائية الموجودة في الرواسب اللي تحت منها بتقل، ومع مرور الزمن بتتحول للحالة الصلبة وبتكون في صورة طبقات. ليه السبب في كده؟ لأن الطبقة اللي من تحت خالص هي اللي اتكونت الأول، وبعدين الطبقة اللي بعدها وهكذا. ولذلك الصخور الرسوبية عفوا بتلاقيها في الجبال شكلها بيكون فيه خطوط كده، معناها اللي هي الطبقات بتاعة التكوين. فهتلاقي أو الصخرة الطبقة اللي من تحت خالص فيها دي معناها إن هي اللي اتكونت الأول، وبعد كده الطبقة اللي بعديها آخر طبقة من فوق في الصخرة اللي هي معناها إن هي أحدث طبقة اتكونت. فعندنا من أمثلة الصخور الرسوبية زي الحجر الرملي. الحجر الرملي، الحجر الرملي ده بيتكون عبارة عن صخور بتتكون من تماسك حبيبات الرمال. حبيبات الرملة بيحصل ليها تماسك بفعل عوامل الضغط والحرارة وغيرهم، وبيكون له صخر رسوبي اسمه الحجر الرملي، وده بيكون لونه أصفر وخشن الملمس وعلى هيئة طبقات رقيقة زي ما هو موجود في الشكل اللي قدامك. المثال التاني للصخور الرسوبية اللي هو الحجر الجيري. الحجر الجيري معناها من اسمه كده معناها إنه بيتكون من الجير، الجير اللي هو كربونات الكالسيوم. يبقى الحجر الجيري ده بيتكون من معدن الكالسيت اللي هي كربونات الكالسيوم، وبيكون لونه أبيض زي ما واضح في الصور عندك، وضعيف التماسك يعني يتكسر بسهولة، وناعم الملمس، وبرضه بيتكون من طبقات رقيقة. يبقى كل أنواع الصخور الرسوبية دي بتتكون من طبقات نتيجة إن عملية الترسيب، إنه أثناء التكوين الطبقة اللي من تحت خالص هي اللي بتتكون، وبيحصل بيترسب عليها بقاء فتات صخور تانية وبتتكون اللي بعدها وهكذا. لذلك الصخور الرسوبية قلنا عامة إن أنت لو هتطلع في منطقة جبلية ولا حاجة هتلاقي إن الصخور الرسوبية أنت من نفسك كده أول ما تبص على الصخور هتلاقي أي صخر هتلاقي فيه طبقات كده، هتحطه في دماغك طوال إن الصخر ده صخر رسوبي لأنه متكون من طبقات معينة فوق بعضها البعض. طيب سؤال، لو قال لي علل مثلا، أو في امتحان العملي جالي سؤال وقال لي علل كيف تميز بين قطعتين من الحجر الرملي والحجر الجيري عمليا؟ في طريقة تقدر تميز بيها ما بين الصخر بتاع الحجر الرملي والصخر بتاع الحجر الجيري بسهولة جدا، إن أنت هتجيب حمض هيدروكلوريك مخفف وتروح حاطط قطرات من الحمض على القطعتين،
القطعة اللي هيحصل فيها فوران أول ما ينزل عليها نقط الحمض هتقول عليها طوالي إن دي نقط الحجر الجيري، إن الصخر ده حجر جيري، والصخر التاني اللي هو ما بيحصلش عليه تفاعل ولا فوران اللي هو الصخر الحجر الرملي. إيه السبب إن أنا أول ما بحط حمض الهيدروكلوريك قطرات منه على الحجر الجيري بيحصل فوران؟ السبب في كده اللي هو بيحصل تفاعل ما بين حمض الهيدروكلوريك وكربونات الكالسيوم اللي هي مكونة الحجر الجيري، وبيتصاعد عندي غاز ثاني أكسيد الكربون. النوع الثالث من أنواع الصخور اللي هو الصخور المتحولة. متحولة معناها من اسمه كده إن الصخر ده كان يا إما ناري أو صخر رسوبي وحصل له عوامل تعرية أو تفتت واتنقل من مكان لمكان واتكون صخر من نوع جديد وله صفات معينة، فدي العلماء سموها صخور متحولة. يبقى تعريف الصخور المتحولة: هي الصخور المتكونة نتيجة تعب الصخور القديمة اللي هي النارية والرسوبية لعوامل الضغط والحرارة الشديدة. يبقى إذن أقدر أستنتج شيء جميل جدا، إن أساس تكوين الصخور الموجودة في الطبيعة اللي هو الصخور النارية. الصخور النارية دي اتكونت في الأول، وبعد فترة من الزمن حصل ليها اتعرضت لعوامل الضغط والحرارة اتفتتت وكونت للصخور الرسوبية. الصخور الرسوبية والصخور النارية اللي هي الأساس حصل ليهم تعرية بفعل عوامل الضغط والحرارة وكونوا لي صخور لها صفات تانية جديدة اسمها الصخور المتحولة. طب ايه السبب اللي بيحصل في تكوين الصخور المتحولة؟ الصخور القديمة زي ما قلت اللي هي النارية والرسوبية بتتعرض لعوامل الضغط والحرارة بتكون لي صخور جديدة لها صفات مختلفة عن الصخر الأساسي، والتحول ده وتسمى الصخور، عفوا، المتكون اسم الصخور المتحولة. ونوع التحول عشان صخر يتكون صخر جديد ويكون صخر متحول بتوقف على 3 حاجات: كتلة، لأن عملية التحول دي بتحصل للصخور فقط اللي فيها مادة المجمى. مادة المجمى اللي هي مادة غليظة القوام بتوجد في باطن الأرض. يبقى شرط من شروط الصخر عشان يتحول من صخر ناري ويتكون لصخر جديد له صفات مختلفة ويبقى اسمه صخر متحول، عندي 3 شروط. الشرط الأول بيتوقف على كتلة مادة الصهير المجمى، الكتلة بتاعت مادة المجمى دي قد ايه. تاني شيء العوامل اللي بتتعرض ليها مادة المجمى اللي هي درجة حرارة الصهير ونوع الصخر المحيط بالصهير. يبقى يتوقف التحول في الصخور على من نقط ونقط ونقط: كتلة مادة المجمى، درجة حرارة الصهير اللي هي درجة حرارة المجمى، نوع الصخور المحيطة بالصهير اللي هي الصخور الموجودة حوالين الصهير اللي هو مقصود به المجمى. طيب خلينا نعرف أمثلة على الصخور المتحول. عندي مثال اللي كلنا بنستخدمه في البيوت اللي هو من أمثلة الصخور المتحول اللي هو الرخام، وده عندنا مناطق كتير في مصر بنستخرج منها الرخام، زي عندنا في أسوان وزي عندنا في القاهرة، في قلب القاهرة تحديدا منطقة اسمها شق التعبان بنستخرج منها الرخام الطبيعي. والرخام كل معلومة عشان تستفيد بيها، لو حبيت تشتري رخام جديد كل ما كان لون الرخام أبيض فده معناه إن درجة النقاء بتاعته عالية. الرخام بيكون نوعين، يا إما أبيض يا إما بيكون مختلط فيه ألوان تانية. الرخام الأبيض معناه إن هو الرخام النظيف اللي هو درجة نقائه عالية جدا. الرخام ده بيتكون من تحول الحجر الجيري. يبقى الحجر الجيري ده احنا قلنا ان هو مثال على الصخور الرسوبية، بيحصل تحول الحجر الجيري و بيكون لي صخر متحول اللي هو الرخام. طب يا ترى هل في شبه ما بين الحجر الجيري اللي هو الأساس والرخام المتكون؟ بيقول العلماء ان الشبه الموجود ما بينهم في التركيب الكيميائي ان كل واحد منهم الصخر الجيري زي ما قلنا بيتكون من معدن الكالسيت اللي هي كربونات الكالسيوم، والرخام بيتكون برضو من كربونات الكالسيوم. طيب يبقى اذا استخلص برضو معلومة جميلة، ان الصخور
الموجودة في الطبيعة الثلاث أنواع، الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة، ممكن أي نوع صخر منهم يتحول للتاني. تعال نشوف كده صورة جميلة هتوضح لي عملية التحول ما بين الثلاث أنواع دول بتتم إزاي. فعند الصخور النارية إذا حصل لها عملية نقل تفتيت ونقل وترسيب هتكون الصخور الرسوبية. الصخور الرسوبية في نفس الوقت يحصل لها انصهار وبتكون صخور نارية. الصخور النارية بفعل تعرضها للضغط والحرارة هتشكل لي صخور متحولة، تعمل صخور جديدة اسمها صخور متحولة. الصخور المتحولة دي لو انصهرت هتكون لي صخور نارية. الصخور الرسوبية إذا حصل ليها بفعل عوامل الضغط ودرجة الحرارة ومرور الزمن حصل إنها اتفتتت أجزاء منها واتنقلت من مكان لمكان وترسبت في مكان جديد هتكون لي صخر ليه صفات مختلفة جديد اسمه الصخور المتحول. والصخور المتحولة في نفس الوقت لو حصل ليها انصهار هتكون لي صخور رسوبية. دي اسمها دورة تكوين الصخور في الطبيعة. وبكده أعزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، والحمد لله رب العالمين وصلنا معاكم لنهاية الشرح بتاعة مقرر العلوم المقرر عليكم في الترم الثاني. انتظروني في حلقة مراجعة بإذن الله هتكون حلقة شاملة على المنهج بالكامل، فياريت تهتموا لأن احنا خلاص داخلين على أبواب الامتحانات، واللي مش عنده أجزاء مش مفهومة ياريت يشوف على الحلقات اللي فاتت سريعا ويتابع معانا، وانتظروا جميعا حلقة المراجعة لأن بإذن الله رب العالمين هنوضح كل الأجزاء اللي هي مش مفهومة للبعض منكم، وبإذن الله رب العالمين تحضروا ورقة وقلم وتكونوا مستعدين معانا للمراجعة عشان خاطر تقيم نفسك قبل الامتحان، وتذكروا ان يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. فبإذن الله رب العالمين كلكم هتكونوا من المكرمين ومن الحاصلين على اعلى الدرجات بإذن الله رب العالمين. وفي نهاية الحلقة هذكر اصدقائي الطلب اللي هم اول مرة يشوفونا، يا ريت تكونوا اصدقاء دايمين لينا على القناة من خلال انكم تضغطوا على رمز اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي جديد ننشره، وباذن الله رب العالمين نعدي مع بعض مرحلة الامتحانات على خير ونفرح باذن الله بنجاحنا، ومش نجاحنا وبس، لا نجاحنا بتفوق باذن الله. وبعدين في الاجازة نبدأ نتعلم شيء جديد مع بعض على قناة عالم MF3. وحتى ألقاكم في حلقة المراجعة قريبا بإذن الله. أستودعكم الله وشاكرا لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.